حضروا معنا رئيس او كاتب عام نقابه الصحفيين وكاتب عام النقابه في الاذاعه تابع نقابه الصحفيين واللي هو زميل سلم الشعري تقني بالاذاعه وعضو او كاتب عام نقابه ومعنا كاتب عام النقابه الاساسيه لذات الزيتون فوالا ومعنا زهره ضيفي زهره زميلتنا ومذيعه في اذاعه الزيتونه وعضوه في النقابه كانت تحكي لنا شنو اللي صار بعد الاضراب خلينا نجريو شويه ونشوفوا شنو اللي صار هو تقريبا ما صار حتى شيء بعد الاضراب اللي قمنا به نهار 23 ديسمبر وكما سمعتوا مطلب أساسي هو مطلب التأميم يعني تقريبا ما صار حتى شيء الشيء اللي خلينا بالحق نستغرب أنه كافة الهياكل النقابية والهياكل المهتمة بالشأن الإعلامي الكلها تأيد مطلب الإضراب لكن إذا كان نجي ونشوفوا على أرض الواقع شنو صار هل أنه الإذاعة تحققت لها الفائدة ومشيت للقطاع العمومي لا الحقيقة شيء حير شيء هذا السؤال هذا طرحناه على رئاسة الحكومة ما لقيناش إجابة احنا نعيش في وضع صعيب وضع معناها إذا كان باش نذكر المشاكل اللي صار في إذاعة الزيتونة الحقيقة أنا لازمنا بلاتو كامل باش نحكيو لكن مشاكل نعطيو من أهم المشاكل اللي صايرين في إذاعة الزيتونة نعطيك مثال الجانب الإداري مثلا نعطيك مثلا مشكل هيكلي مشكل غياب الإدارة غياب كامل للإدارة ما عندناش احنا إدارة في إذاعة الزيتونة من وقتاش ما عندكمش إدارة هذا أنا خليني نقول مشكلة إذاعة الزيتونة يعني ولات مشكلة كبيرة من اللي ولات مصادرة من قيام الثورة أربع سنوات وإحنا نعاني في المشكل هذا عنا غياب هيئة التحرير تصور أنت مؤسسة إعلامية ومعناها وتصير بلاش هيئة التحرير فماش رئيس تحرير معناها في معناش رئيس أملاه معناش هيئة التحرير باش تحفظ الخط التحريري من أي حياد ومن أي توظيف فماش يعني مراقبة مراقبة للبرامج اللي قاعدة تتعدى في والله المراقبة موجودة هي موجودة من طرف شخص بالطبيعة اللي هو باقي يراقب ولكن احنا نعترضوا على وجود الشخص احنا من غير ما نذكروا الأسماء ولكن نعترضوا على وجود الشخص هذا لأنه نعتبره تعيين حزبي تعيين سياسي تعيين غير قانوني ما هوش مؤهل حتى من ناحية الكفاءة والله إذا كان جاي تعيين لصالح الإذاعة ويخدم المصلحة علاش ليه ولكن هو أيضا من ناحية الكفاءة إذا نبحثوا في السي في فهو غير يعني كفء باش يدير مؤسسة إعلامية بحجم إذاعة الزيتونة اللي هي تبث على كامل الجمهورية وانتم تعرفوا الوضع هو تحس ثم معناها طريقة ممنهجة معناها هذا الانفلات معناها الإداري في الإذاعة باش تكون التعيينات او الاجور حسب المواليات سواء للاداره او مواليات حزبيه تحسها معناها كانه الانفلات هذا ممنهج يعني هو الجهود اللي قاعد يبذلها كل مذيع ولا كل هذاك علاش نحن مطالبنا الاساسيه معناها منها التاميم وتحديد سلم اجور واضح معناها هيكله اداريه معناها يعني الاجور مثلا قاره كل شهر يجي نفس الاجر هو يجي نفس الأجر ولكن هل أنه الأجور معناها تعادل الكفاءة ولا الشهادة العلمية اللي متحصل عليها الشخص ما إذا كان اللي هنا نحن اللي هنا نقوله بالله نقطة استفهام يعني نقطة استفهام كيفاش تخلصوا في العباد اللي هنا أنت معايا نعطيك مزيدة والعقود أنتم عاملين عقود عملية معاهم لا شوف مسألة العقود هذه بيدها فيها ما تحكي لأنه شوف ناس تخدم عندها سنوات ولكن مجرد أنت قلت لي تخدم من 2010 أنا أربع سنوات قبل قيام الثورة بأشهر دخلت لإذاعة الزيتونة ولكن حتى باش نطلب شهادة عمل ما ناخذهاش من إذاعة الزيتونة هل أنه الأجر اللي ناخو فيه ولو أني ما نحبش نحكي على مسألة الأجور فقط مشكلة إذاعة الزيتونة شوف باختصار هي مشكلة هيكلية بالأساس ولكن شوف الأخطر راهو توا إذا كان نحن نلقوا الهيكة نقابة الصحفيين نقابة الأعلام كلهم يعرفوا مشكلة إذاعة الزيتونة ومساندينا باش تتأمم الإذاعة وتتحل مشاكلها من جذورها ونلقوا نسمعوا اللي ثم أطراف حزبية باقية توقف وتعرف في مبدأ التأمين ثم تجذبات سياسية داخل باقية هي اللي داخل إذاعة الزيتونة نحن نحبوا نتفاداو تجذبات سياسية معناها خلينا نلخصوا احنا اللي ما فهموش الحكاية بالضبط إذاعة الزيتونة الملف نتاعها مازال ما بين مش مفهوم ملفها معلق فما شكون فما وعود تقول اللي الاذاعه باش تكون تابعه للاذاعه الوطنيه يعني باش تكون حكوميه وباش تبدل المقر نتاعها باش تكون تابعه للاذاعه فما اطراف اخرى قاعده تعرقل في الحكايه هذيا اللي هي نجم مصادر لا باش نجم تخدم بها امورها السياسيه وتحب تشري الاذاعه هذا الكلام اللي حبيتوا توضحوا هذا هو يعني هذا هو واقع اذاعه الزيتونه سامحني شو الحاجه تو واحد تو يقول انتم قاعدين تخلصوا كل شهر في وقتكم
فهمتني، معناتها واحد يخرج من برا معناتها، وهي قناة زيتونة إذاعة معناتها اللي قرآنية، معناتها شنو اللي فما توظيفي نجم يصير فيها، وواحد معناتها اللي كي يلقى لأنه هو قاعد يخدم وقاعد يخلص كل شهر معناتها في وقته وكل شيء، نورمال واحد يقول الحمد لله ولاه، معناتها علاش قاعدين نطالبوا بحكاية أخرين اللي هما معناتها شنو جوست التأمين معناتها قشرين، معناتها واحد يغزل لكم أنه أنتم قاعدين تلوجوا فيه مسمار في حيط وكهو. شوف بالعكس انا ريت ان انتم الراتب ما يعنيكمش، ريت ان انتم الراتب ما يعنيكمش. سامحني اخت هالة، انا جوست باش نجاوب على النقطه هذه. اذا تهمنا مساله الاجور، احنا ما نوصلوش نبقاو خمسه شهور ما نخلصوش وما سلمناش في المنبر الاعلامي. اذا كان لوجو على مساله الاجور، احنا فينا من الكفاءات اللي جاتها عروض اخرى، ولكن يعني عروض في قنوات اخرى مش حتى راديوات، ولكن رفضنا لانه حابين نبقاو في اذاعه الزيتونه لان هي اللي احتضنتنا، ولان نحن نتاملوا انه اذاعه الزيتونه تكون معناها بالحق تكون مؤسسه عندها قيمه. يعني هي معناها خلينا نعقب على كلامه سامحني قبل ما ننسى، مش مشكلة تخلص كل شهر ساعه، ساعات توخر الشهرين، صبوا ما صبوش كهلال العيد، سامحني في الكلمه معناها صبوا ما صبوش، ساعات توخر الشهرين، ساعات الكونتابل يقول ثم فلوس والاداره تقول ما ثماش، تحسها بالعاني معناها. لكن الأجور مش المشكلة في تثبت ولا ما تثبتش، مش مشكلة أيامات ولا حتى كذا، المشكلة في كيفاش الأجور. ثم شكون جاء مثلا عنده شهر بركة من يدخل، دخل ديركت مع مترسم وبشهرية معناها أمور واضحة، أمور واضحة. ثم شكون كيما زميلة زهرة عندها أربع سنوات مش مترسمة، مش عليكم تخدموا في النوار معناتها. صحيح والله باختصار. أنا نشوف حتى باش نقول نخدموا في النوار، ربما قواعد العمل واضحة في النوار، في إذاعة الزيتونة ماهيش واضحة. سامحني يعني تعيينات غير قانونية، تعيينات حزبية قاعدة تصير، ناس تطرد ما تعرفش علاش طردت ناس. أنا شخصيا حكيت في موضوع إذاعة الزيتونة على المباشر، شكل صدمة للإدارة وقع حذف برنامجي إلى اليوم ماهوش سائل حتى طرف. بينشر انا ديما نكمل جهودات كان عندك البرنامج تستضيف فيه كل مره مداخلات هاتفيه والا ضيوف بحذيك في البلاتو في الاستوديو، تستضيف مجموعه من المسؤولين ولا الممثلين النقابات ولا حاجه تحكيو. هو خلينا نحكيو كل مره نتناولوا موضوع، ولو اني نحب ندقق لان هو برنامج خاص بالاطفال الحقيقه، ولكن لانه وضع الزيتونه بات لا يحتمل. انا نحكي كصحفيه لهنا، ما عادش نجم نخدم انا في ظل الوضع هذاك، ونددت اكثر من مره وبعثت مراسلات، وحتى الاداره نتاعنا معناها احتجيت عليها اكثر من مره. يعني مجرد اني خذيت مستشار الاعلامي في رئاسه الحكومه سيد مفتي المسدي وسالته على الهواء مباشره بيان سور، من غير ما نرجع بالنظر للاداره ونشاورها، اللي هو ما فماش اداره اصلا باش تشاور. لا احنا شوف راهو ما فماش اداره، احنا عندنا زوز اشخاص، شخص منهم تم اقالته ولكن بقى لنا شخص يسيروا في الاذاعه. انا نحب لهنا نقول وين رئاسه الحكومه؟ سامحني اذا مؤسسه اعلاميه بقيمه اذاعه الزيتونه تخلوها مسيبه كي من هكا، من بعد تجي معني شكون؟ احنا شوف المؤسسه باش تبقى، الصحفيين بقدره ربي باش يبقاو، المسؤولين باش يمشيو، شكون باش يتحملها التركه الثقيله هذه؟ باش يتحملوها صحفيين. الارهاب والشيء اللي واقع في بلادنا، احنا لهنا ولا الاعلام الديني ولا معناها ما تروح عليه نقطه استفهام كبيره. انا لهنا ما نلومش على العباد، راهو كي تنقدنا يقولوا اعلام اذاعه الزيتونه حاد عن مساره المعتدل الوسطي. انت تقول اللي انت مطلعه على الوضع نتاع اذاعه الزيتونه وعلى البرمجه اللي قاعده تتبدل من 2010 لتوا. كان تقبل اذاعه الزيتونه مثلا الناس الكل كانوا يسمعوها، انا كنت نسمعها فيها قران كريم، فيها تفسير لسور وايات قرانيه، وفيها الحديث على الشريعه، معناها يقول لك ما هو حلال وما هو حرام في اطار المعقول، ما فماش التكفير وما فماش الدعايات، نجم نقولوا بين ظفرين الدعايات اللي قاعده تجينا من دول اخرى ومن بلدان اخرى، هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه توا. ولو حتى معناها يجيك داعيه اسلامي من بلاد اخرى باش يحكي في موضوع ما يهمناش احنا في تونس في وضعنا الحالي في اذاعه الزيتونه، شيء هذا انتم حسب ما نرى انتم ماكوش موافقين عليه، لكن ما عندكمش السلطه عليه. اكيد انا نحمل المسؤوليه كامله لرئاسه الحكومه ونقول اللي ثم اراده سياسيه وراء تعطيل ملف او الحسم في ملف اذاعه الزيتونه حتى تجنب الصحفيين مخاطر كبيره نجموا تيحوا فيها. أنا اليوم احنا مطلبنا الاساسي هو الحاق اذاعه الزيتونه بالقطاع العمومي كقطاع مستقل بذاته، بعيد عن التجاذبات السياسيه، مستقله بذاتها. وطبعا في الوقت الحالي، الى ان لانه الاجراء هذا باش ياخذ وقت، في الوقت الحالي ضروري تسويه وضعيه اذاعه الزيتونه، تسويه وضعيه العمله. السؤال سي نسيس عندكم ولا
سي ان اس اس موجود لكن بعد وقت صابوه سي ان اس اس وكيفاش صابوه. انا صارت حاجات في الكواليس نحشم باش نحكيها وشنو صار لي انا شخصيا باش تصاب لي سي ان اس اس. معناها شدينا رقدت في واحده من الناس صارت لي كريز معناها مع رقدت في الكلينيك باش تصاب لي سي ان اس اس في اذاعه الزيتونه. راهو اعطوا الاجيره اجرى سامحني استاذ وليد فقط انا باش نذكر المسؤولين بحديث بالله لحظه ما خلينا نوضح موجوده راهو سي ان اس اس والاجور كل نجم تقول مش مريقله 100% بنسبه 85%. ممكن معظم المؤسسات في تونس تعاني بعد الثوره معناها انا بالنسبه لي عاديه هذه لكن تكون اخلاليات واحد فرض واحد سنه هذه هي المشكله مش المشكله انه مثلا تو يقوموا اقتطاع اربع صحفيين اقتطاع الاجور بدعوى انهم ما يجيوش كان المباشر نتاعهم وانت مش عامل لهم طابلو دو سيرفيس معناها ما هكاك تعسفين أبس الأمور حتى كان الإدارة عندها الحق فهمتني خذ مراحل خذ مراحل مش مباشرة رأس الشهر ما يلقى الشهريت قال شني أنت تجي كان المباشر فهمتك. كانت هذه المشاكل نتاعكم دونك معناتك اللي فيها في قناه الزيتونه كلها في قناه اذاعه الزيتونه فوالا دونك المطالب فوالا لخصونا المطالب هذيك هو انا نحب توا تلخيص في سطرين للمطالب باش تكون رساله واضحه اللي قاعدين يتفرجوا واضح اللي هو المطلب الاساسي اللي هنا باش نتوجه به لرئاسه الحكومه مش باش نتوجه به للهيكا نقابه الصحفيين لا نقابه الاعلام لا لانهم قاموا بدورهم وتحية شكر كبيرة للهيكل هذه لأني ساندتنا بالحق ساندتنا بشكل كبير. الملف تعطل عند رئيس الحكومة يا سيدي يا رئيس الحكومة كان تسمع فينا راهو بالحق ما عادش نتحمل ما عادش نتحمله راهو شوف راهي إذاعة الزيتونة 100% ملك الدولة راهو الفصل السادس من الدستور يقول لك الشأن الإعلامي راهو شأن الديني يعني تابع للدولة. فاش باقي تعمل إذاعة الزيتونة عند أشخاص معينين أشخاص محسوبين على أحزاب سياسية. احنا كصحفيين وكعملة ما عادش نتحمل الوضع هذا رجاء إجراء فعلي الوعود وعدونا ما حشناش بالوعود حشتنا بإجراء زهرة فعلي. زهرة إن شاء الله المطالب ولو جزء يتحقق شوية على الأقل توا مازال قدامنا مرحلة كاملة إن شاء الله يتحقق فيها المطالب هذه كل. شكرا ليك سالم الشعري وشكرا ليك زهرة ضيفي شرفتونا ونورتونا بحضنا دقيقة كبيرة عليها عايشة.